السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم على قناتكم تكلم إنجليزي English Y. درسنا لحلقة اليوم بسيط وبسيط جدا، ألا وهو استعمال الحروف الكبيرة في اللغة الإنجليزية Capital Letters. الكتابة في اللغة الإنجليزية تكون عموما بالحروف الصغيرة Small Letters، ما عدا في حالات محدودة يكتب فيها الحرف الأول بشكل كبير، وهذه الحالات كالتالي: الحالة الأولى، بداية الجملة يكتب الحرف الأول من الكلمة الأولى التي تكون في بداية الجملة بشكل كبير دائما، مثلا Car is fast، سيارة سريعة، فدائما الكلمة الأولى التي تكون في بداية الجملة يكتب الحرف الأول منها بشكل كبير. الحالة الثانية، ضمير المتكلم أنا The subject I، يكتب هذا الضمير دائما بشكل كبير مهما كان موقعه في الجملة، مثلا Ali and I went to market، علي وأنا ذهبنا للسوق. فحتى وإن وقع هذا الضمير في وسط الجملة يكتب بشكل كبير، فهو دائما يكتب بشكل كبير مهما كان موقعه في الجملة. الحالة الثالثة، أسماء العالم، وتتضمن أسماء الأشخاص والدول والمدن والبلدان والقرى وإلى ما غير ذلك، ويكتب الحرف الأول من هذه الأسماء دائما بشكل كبير مهما كان موقعه في الجملة. مثلا نأخذ الجملة الأولى I visited أحمد، أحمد اسم علم، لهذا كتبنا الحرف الأول منه بشكل كبير، فA دائما في أحمد تكتب بشكل كبير وفي كل الأسماء. الجملة الثانية I went to Egypt، letter E في Egypt دائما يكتب بشكل كبير مهما كان موقع اسم Egypt في الجملة، وكذلك الأمر بالنسبة لجميع البلدان والدول. I live in Rabat، رباط كتب الحرف الأول منها الذي هو R بشكل كبير باعتبار أن رباط اسم علم، وهذه تنطبق كذلك على جميع المدن والبلدان والقرى باعتبارها اسم علم. الحالة الرابعة، الألقاب والدرجات العلمية إذا ذكر اسم صاحبها بعدها يكتب الحرف الأول منها بشكل كبير مهما كان موقعها في الجملة، مثلا I know Dr. Ali، أعرف الدكتور علي، فدكتور هنا درجة علمية وكتب الحرف الأول منها بشكل كبير لأنه ذكر اسم صاحبها بعدها الذي هو علي. الجملة الثانية I respect King Abdullah، أحترم الملك عبد الله، فكينج هنا لقب وكتب أوله بشكل كبير لأنه ذكر اسم صاحبه بعدها الذي هو عبد الله. الحالة الخامسة، الأيام والشهور الفصول والأعياد يكتب الحرف الأول منها بشكل كبير دائما مهما كان موقعها في الجملة، مثلا Today is Monday، اليوم هو الاثنين، فالاثنين باعتباره يوما دائما يكتب حرفه الأول بشكل كبير مهما كان موقعه في الجملة. الجملة الثانية We are in the second of April، نحن في الثاني من أبريل، فأبريل دائما يكتب الحرف الأول منه الذي هو A بشكل كبير مهما كان موقعه في الجملة باعتباره شهرا من شهور السنة. ونفس الأمر بالنسبة للفصول والأعياد. الحالة السادسة، أسماء الشركات والماركات العالمية يكتب الحرف الأول منها بشكل كبير دائما مهما كان موقعها في الجملة، مثلا كوكاكولا، بيبسي، تويوتا، سامسونج، سوني، إلى ما غير ذلك من الشركات والماركات العالمية، فدائما يكتب الحرف الأول منها بشكل كبير مهما كان موقعها في الجملة. قبل أن نختم هذه الحلقة نعرض بشكل موجز الحالات الست التي يكتب فيها الحرف الأول من الكلمة بشكل كبير، وهي
الحالة الأولى بداية الجملة، الحالة الثانية ضمير المتكلم أنا I، الحالة الثالثة أسماء العلم، الحالة الرابعة الألقاب والدرجات العلمية، الحالة الخامسة الأيام والشهور والفصول والأعياد، الحالة السادسة والأخيرة الشركات والماركات العالمية. وفي النهاية، إن أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا الإعجاب، المشاركة، التعليق والاشتراك في القناة. وشكرا على المتابعة، وإلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله.